ما تصي بتخمي في دواه ولا كيفاش تغدي ولا واش تجيبي ولا كيف سورتو لو مريض لازم له ماكله تاع سورتو اللي عنده لاش يدير لا شيميو لازم له. لا تهلي ربي اهلا وسهلا. خاش نطلب على جال بابا؟ على جال بابا نبقى بالجا ما نسحق حتى واحد. ديري انت تنطيح تديني الطبيب بعد قاعده معايا زال قاعده معايا تقلب تقلب معايا هذه شو نقول ربي يحفظها ان شاء الله لما نقول لبنيتي. الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم مازال دنيا بخير. برنامج مازال دنيا بخير للنهار اليوم رانا متواجدين في الحمادي بالضبط في حي ولاد ابراهيم وين راح نزوروا عائله الحاج قدور. هاد الحاج عمره 73 سنه يعاني من ورم سرطاني عايش مع بناته كامل العائله معاقه عايشين في ظروف قاهره. اذا مشاهدينا الكرام ما نحرق لكمش كامل الاحداث تبعوا معنا حلقه للنهار اليوم. جوزي السلام عليكم واش راكي يا اختي؟ الله يسلمك تعيشي. لاباس لاباس الله الحمد لله وانتم راكم ملاح لاباس صحتكم مليحه الحاج راهو مليح الحمد لله جاتنا بركه مرحبا بكم الحمد لله يا ربي. انت الاخت سكينه؟ لا لا هي سكينه ولا فاتحه. سكينه وانت الاخت فاتحه واش راكم صاباركم ملاح لاباس الحمد لله مع الحاج ربي يخليك في دار شي خير الحاج قدر امين تعيشي ولا ربي يخليك. مرحبا بك جوزي. قولي لي الشيخه ولداك ياك؟ عندنا دابا الشيخه داخلك كيفاش راهو مليح؟ شويه الحمد لله على كل حال نصبحوا يسنا فيكم يسنا فيكم قبيله هو يسقسي فينا شتي من غاهم تنطولوا قلنا لهم قربي يوصلوا هيا بيها وصلنا ولا غير هذا وين وصلنا مع الطريقه كي تعرفي هذا وين وصلنا. الله يسلمك تعيشي اختي يزيد فضلك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم الحاج. واش راك صافاك مليح لاباس؟ لاباس الحمد لله لا سوق عليكم ولادي. الحمد لله صحتك شويه لاباس صافا. ربي يحفظكم ان شاء الله. امين يا رب تعيش. يحفظ المؤمنين قاعدين. امين. او يبان شويه وجهه مش مليح اليوم شويه باسكو عنده سطات العمليه سي بو سا مصباح وهو قاعد. دوك نحكوا على العمليه وقتاش دارها وقتاش بخاسك قولي دوك راح يلحق العام اللي دار باسكو هو ما تخيطش او يتخيط ناتورال يعني ما حبوش يخيطوه باش يخرج الميكرو ويبان عيان يعني شويه مور شويه حسب المرض تاعو تعرفي الحاله تاع واحد انسان مريض وكبير وان بلوس هانديكابي صافي ديك ماشي سهله ماشي سهله يعني عندكم اعاقه كامله مام انتيا والاخت كنا برسك كما بابا بصح شغل حنا شويه داونا عمليه تقدروا تمشوا توقفوا على رجليكم تقدروا نوقفوا على رجلينا اما خوتي الاخرين كما بابا يعني انتم عائله كاع معاقه مع الاب مع الاب تاعي وراثه هذا الشيء اختي وراثي اعاقه وراثيه وعندي جوج خياتي ثاني عندهم السل صافي ديك ما يقدروش يكونوا لهنايا وفي جامعك على بالك مرض السد كاين اللي يعدي كاين اللي ما يعديش. ايه صح باش باش الانسان لسلامه الفريق على جال بابا شغل راني نسالم في كلش. فوالا. باسكو هو دوكا شغل ما عندوش المناعه. ايه. صافي ديك الحاجه لازم نبعدها عليه. داكوغ. ايه. باسكو المناعه تاعو شويه قليله. صافي ديك اما حتى هاك شتي بعينك الحاله تاعو. لا لا الشيخه ويبان شويه. مازالو مريض مازالو ما براش مازالو مريض مازالو واش راح نديرو هذه حياه تربي ابتداء عند الله. معليش اختي دوك نهضروا كلش في المقابله ياك ونزيدوا نحكوا على كل حاجه على الظروف اللي راكم عايشين فيها كيفاش حتى الحق الشيخ يعني ما رديتو ياك ماشي ماشي ان شاء الله. خير الاخت سكينه واش راكي صافا؟ راكي مليحه لاباس؟ لا لاباس انتم لاباس؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. اختي فاتحه واش راكي؟ لاباس لاباس الحمد لله يا ربي. الحاج واش راك صافا؟ لاباس راك مليح لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي. اختي سكينه بون عندكم مشاكل بزاف حكيتي لي في الكواليس قلتي لي المرض تاع شيخ باباكم ايضا قلتي لي الظروف اللي راكم عايشين فيها ظروف قاسيه ظروف قاسيه المرض المصاريف يعني كاين بزاف مشاكل. نبداو اول شيء بالمرض تاع بابا كيفاش حتى اكتشفتوه بو كان يتالم بزاف هذه حاجه الاولى كان يجيك شغل عادي
شحال في عمره سمحي لي قاطعتك؟ 73 73 سنه الله يبارك ما شاء الله. هكذا كان عادي هكذا ما كانش كنا يبات هنا كنديروا له سكانر وشنو ما كانش يبان. واحد النهار في الليل هكذا زاد عليه بزاف الصداع. وين كان يصدر عليه راسه ولا لا نحكي مشكى في كرشو داكو. عديناه نورمال هكذا ديسبونسير قلت لك لاباس عليه داروا له لي كالمك عاود رجع في الليل كيف كيف سيلو ما بقى هذاك الصداع يزيد طلع النهار لا غاد حنا ما عندناش طونوبيل كي تعرف الانسان ما عندناش. بعد نستنينا طلع النهار كان ديت كامل يعاني مسكين يتوجع هكذا طيح في الارض يحشك القيا الدنيا. ومن بعد زدنا صباح ديناه ثاني هنا لا هنايا طبيبه بريفي بالجمعه في الحمله هنايا في ولاد براهيم بعد قلت لك درت لنا بغيا ارجون بعثوا لنا للسبيطار تاع السنيه كي دخلوه ارجون دخلوا لها عمليه. انتوما قبل ما يعني اكتشفتوا المرض تاعو ولا واش عنده كي قالوا لكم يعني باباكم ديروا به ارجون يعني واش قالوا لكم من قبل؟ كنا قلت لك دارت لنا الطبيب اسمحي لي دارت لنا الطبيبه بغيا اردو كي دخلت ديناها السبيطار تاع السنيه دخلوه ديالت البلوك. نعم مازال ما على بالكم واش به؟ ما كان تما اللي اكتشفنا. كانوا يقولوا لي بكشول كانوا يقولوا لي ليستوما تاع مجرحه كانوا يقولوا ما كانش يقولوا هو في الحق ما كانش شنو نقولوا يدي غادي داكو. حتى تنفخت لو كرشو خاصك كتي حيطاطك حنا ما عندناش امكانيات باش ندوه في الليل. ايه يعني ما عندكمش تاكسي باش تدوه؟ نسنو حتى الصباح نكرو دون ديستا باش راهي. داكو. بعد بو داروا له العمليه كي داروا بقى واحد الشهر هو في غيبوبه تبقى في سبيطار صبيه. كنا طالعين وهابطين كي تعرفي الحاله تاع المرض معاناه كبيره صح مصاريف باش تطلعي تهبطي واحد ما عندوش طونوبيل ثاني نقصه في كلش. ايه مده شهر بعد شهر خرجوه جابوه للدار عمليه مفتوحه. ايه وكانت هذه بدات هي اللي كانت تصعب فيه فتيحه هي اللي كانت تبدل لي الفاس ما كنتش ما نقدرش نجيبو له في غمدي. سمحي لي برك اختي يعني كي داروا له لوبيراسيون تما ودخل في غيبوبه واش اكتشفتوا عنده في هذيك اللحظه؟ هذا هذاك الورم ورم سرطاني. نحاولوا بصح شو ديك يدير لا شيميو ومازال يدير عمليات باتون يدير تحاليل يطلعوا للخارج وكنا تحاليل وحده تخص عليها بجملين ونص ما كاش يباتونا للسبيطار باش نديرو لي زانالي كان نقول لك كل حاجه ديريها البغا في اسرع وقت ممكن وحنا المصاريف هذيك كنا ابريبا شغل لي الى لمدنا لابوش تاعو رانا ملاح. قبل ما نتعمقوا برك في المرض تاع الشيخ اسكو نتوما عايشين وحدكم ولا دار وراثه ولا كاريين؟ احنا اعاقه تاعنا وراثه والمرض تاعنا هذا لا لا في الدار يعني شحال راكم ساكنين غير نتوما ولا خاوتكم؟ لا كاين خاوتي بزوجتين حاله خاصه ما حبوش يظهروا في التلفزيون معنا هما ثاني معاقين ثاني واحد معاق كيما بابا ايه واحد كيما انا صافي شحال كاين؟ انا خمسه كامل والام متوفيه ربي يرحمها مرض سرطان كامل. قلتي لي في الكواليس انه مرض سرطان مرض وراثه عندكم. شغل لي زانا اللي كنا نديروهم على الضغط شغل بزاف شغل عاودي شغل كيخرج لي زانا الاول تزيد يعاودي المصاريف بزاف ما كانش شغل اذا درنا تعيا واحد اكيد خاص لي جنيه ونص على 15 يوم تزيد تخاص لي جنيه ونص واحد اخرين باش تزيد يعاودو يخرجو تعيا واحد اخر ما نحققش التكاليف تاعو شو التكاليف تاعو كيما غاليين حتى كي كنا في السبيطار تاعو هذه لي بوش كانوا يقولوا لنا جيبوها من برا هذه اللي كوش كنا نشوفها ما قلت لك في السبيطار قاعدين معاه في السبيطار قال لك شريها من برا ماشي السبيطار اللي عطاها وهي في جدها طلعها بطرونسبور تدي لي زاناليز تجيبها مطلعها مطلع سبيطارات بريفي منها يعني جات عليكم يامات ماشي سهله هي في جدها ماشي سهله عليها في جدها في حال في الحاله تاعها باسكو ما تقدرش المهم هي عندها صدر في رجليها عندها لي بروش عندها هي في ديتها عندها معاناه بزاف بزاف وانا ماشي ببليغ ما نقدرش نلبس الصباط وعندها لي بروش في رجليها يعني معاناه كبيره مريض مع مريض ماشي حاجه سهله ماشي حاجه سهله سورتو كيكون نقص الامكانيات المصاريف
بزاف هذاك نقول لك بلي ظروف قاسيه الدرجه ما تصبغيهاش تخمي 100 عفسه ما تصيبي تخمي في دواه ولا كيفاش تردي ولا واش تجيبي ولا كيف سورتو لو مريض لازم له الماكله تاعها سورتو اللي عنده ماشي يدير لاشيميو لازم له تقفي معاه في الماكله ولا في الدواء ولا في بزاف بزاف صوالح. واش درتوا يعني كي تخصيتوا كنتوا عايشين في هاد الظروف يعني واش درتوا؟ نقصد الناس نطلب بصفه عامه كنت نقصد الناس هذا يعاونوني كنت نروح برا هكذا في نفس في طرف ماشي سهله ماشي سهله باش تسلم نقصد الناس صح صعيبه ليا الحال باش نقصد الناس عاونوكم يعني لحقتوا تغطوا المصاريف كاين ناس شغل شتي شتي داروا مقاله بلي انا نخدم بالاب تاعي قول الاب تاعها ماشي مغيب اتهموك انك تخدمي بالباب تاعك اللجنه تاعي ما نقدرش نخرج برا قالوا لك يعني استغليتي فرصه تاع فرصه زعما بلي مرض الاب اروح وتشوفوا الحاله تاعي وتشوفوا الاب تاعي الى راني انا نخدم بابي ولا لا ما راح تشوفوا بابا شغل تاعك عندك الجمعيات هذو اللي كانوا يعاونوني توقفوا الكبير جبد الله ما ولاوش يعاونوني انا جا الكلمه واش درتي انت في هذه الحاله كي سمعتي الاشاعه هذه الحاله اللي سلمت امري لله هذه الكلمه اللي نقولها حسبي الله ونعم الوكيل باسكو كنت وحده سبتها حاجه دوزيام وليت معليش تحكي لنا برا هكذا نقصد الناس هذه سبتها كانت انسانه عندها هكذا هي داخله في الجمعيات وحده هكذا جبت دواء بعد شغل هكا كان سوء تفاهم كي كان سوء تفاهم ما قدرتش تروح ليها هذه بقيت لها ما كاش منها كنت جيتي محتاجه دواء وصح كي جيتي وهي معاقه وهذا ما تقدرش تبعد عليه باسكو كل ساعه تبدل له هذو لي بوش هذو تاع باسكو مسكين عنده تقبا من ناي يزيدي منها فهمتي لازم ما تقدرش تبعد عليه بزاف معليش هنا وين داير لوبيراسيون عنده تقبا مكان عمليه حتى لتحت وماشي مخير ما خيبوش هنا ندير بياسه مسكين وشيخ كبير و73 سنه في عمره كان داير لا فوندو تاع البول لا فوندو تاع البول باش انا ما نقدرش ندير مصطفى باشا باش نحيها له وليت انا نحيتها له في الدار تقول لي شغل انا وليت نبدل ما نقدرش ندير حمادي قلتي لي ترونسبور فوالا وليت حتى وليت شيت هاد الدوزان وليت انا نبدل في الدار الحاج فيها ريسك واش راك حاس الحاج قلت لك واش راك حاس واش تحكي لنا واش تحكي لك انا واش حاس والحمد لله ما نقول اللي عطاها لي ربي اهلا وسهلا تالي الخير اهلا وسهلا تالي حاجة اخرى اهلا وسهلا هذا ما نقول انا عطاها لي ربي نصاب الله سبحان الله مدها لي امر سيدي ربي ماشي امر انا فهمتي والحمد لله نحمدها واش عطاها لي ربي نحمدها الحمد لله واش هاني بنيتي هاني تجلالية الداوي فيا تسد فيا وكثرت هاني خير الشعب شفيتهم هكذا كان اللي يجيني يهزني لله في سبيل الله كان اللي يهزني بالدراهم كثر خير الشعب كثر خير والخير به الخير صح هذا ما نقول بناتي قال لكم باباكم تمرين في التونية يعني مع بناتي لا يا وحدة تفرش حتى تغطي وحدة توكل وحدك كل وحدة صح ما كناش كما يحبوا صح كما يقولوا كنا اللي نقدروا عليه باسكو الحاله تاعنا شويه قلت لك اذا قدرت نجيب له دواء ما نقدرش نجيب حاجه اذا نجيب حاجه ما نقدرش شغل ما نتوما شغل معاقين يعني مريض مع المريض ماشي سهله ماشي سهله قبل قبل صح المريض مع مريض حد صعيبه بزاف ما تقدرش تصوري مثلا شنو هي الصعوبات اللي تقدري اللي واجهتيها صعوبات مثلا كاين حالات في الليل هو يتعب بزاف لازم تديه نعيطوا لي كلونديسك ما كانش في الليل ما يقدرش فهمتي صح هذه حاجه الاولى دي فوا كانت لك دواوات ما نقدرش نشوفهم دوك كاين نوصل دواء تاع مليون 600 فهمتي هذه تحر كيفاش تدير تخدم تخرج دي فوا الغالب تسمى تلزم الامر يعني اضطريتي انت والظروف اللي عايشه عايشه فيها يعني تخرجي تطلبي على جال باباك خرجت نطلب على جال بابا والله كيما نقول لك منين ديك نروح للفارماسي انا هكذايا نعطي له لاكارت تاعي نخلي له لاكارت تاعي نولي نخلص بالتقسيط باسكو كاين دواء ما يتومبورساش سورتو تاع باسكو هو كان عنده الزعوف والبوشيل كان يستعمل واحد الدواء اللي سيركيلي الدم ماشي لوبينوكس الدواء اللي ما نعرفش انا اسمه كنت نشريها له دير 600 و 600 انا ما
طيتش نشري عطيت وغادية نشو نمشي بالتقسيط نحط لاكارت تاعنا لي فارماسي نحط على كارت تاعنا لي فارماسي نحط على كارت تاعنا لي فارماسي نجيب يعني تمشي امورك هذا الدواء اللي ثاني بالدراهم عند اختصاصي لي بادوات الفارماسي والدواء الاخرين عند الفارماسي يعني نحط لاكارت منا ولاكارت منا باش نقدر نوفر لبابا حتى وين انا وليت ندب على بابا نقول له انا جبت انا شريت فراني كاين صوالح ما عرفتش نجيب اصعب عفسه هي انا باش تقصد انسان قولوا عطيني باش نشري ولا صعيبه عليها كانت باش تقصد الناس صعيبه من ناحيه حالتها النفسيه من ناحيه بزاف صوالح اصعب احساس تعيشه عندك باش تقصدي انسان ماشي سهل صح باش تقصدي الناس تكون هذيك النظره تفوت على الشفقه ولا نظره تاع تقدري لهاش كاين اللي تشوف بطريقه هكا يهضروا لك هكا زعما كيف طريقة تحسيهم شغل يقلوا لك من قيمتك تتهاني إهانة شغل ديري هذيك الحاجة فوق قلبك غير على جال باباك الطيرة على جال بابا نبقى بالجرم من سن من سحق حتى واحد ما قدرتش هذيك الكرامة فوق كلش فهمتي ساكين لا على جال بابا أنا اختي سكينة على حساب حابين اختي سكينة على حساب واش حكيتي لي وعلى حساب واش فهمت انه عشتي موقف بالك قاسك بزاف على بها تفكرتي وبكيتي صار تفضلي انت تفضلي الضغى ولا عندك شغل تسمعي الهضره دي فوا لا ما واش هاد الهضره هادي تحس مثلا هذا ابسط حاجه ما تمرضوا بزاف يعني يعايروكم بالاعاقه تاعكم اه تمرضوا بزاف انا ساكنه فيها يعايرونا بالاعاقه تمرضوا بزاف وحاجه دوزيام كي انا طلبت على جال بابا ثاني شكون داو عليا انا طلابة عيون الكلمه هذيك داك شغل ما خليتش تخرج جهه صعيبه في قلبي كنجي ضانا في التليفون كنا خرج بغا تخليها في قلبك وخلاص مش انا ديال بابا احنا قلب ربي اللي راه داير صح ماشي سهله ماشي سهله اصعب احساس انك تقصدي اصعب احساس باش تبقاي تعيشي تقصدي ماشي سهله صح لي انا نعرف حاجه واحده اللي يدير الخير اللي يدير الخير صح ماشي حتى تحكي لي شوفه وعلى باله واش كاين الخير هذا خير وحق ربي سبحانه صح هكذا ماشي حتى نغير لك كلش ولازم نوصف لك وكلش حتى نغيدك وباش تعطيني حتى نغيدك انا باش تعطيني هذه ما نسحقهاش اللي يحب يدير الخير على ربي سبحانه ويدير وحده هكذا يجي وحده ما يحبوش يفهم الخير هكذا انا سمعت عائله بلي راهي مريضه ولا هذاك الانسان كمعاق معاق باين بلي محتاج مهما كيكون عنده منحه ولا وسمو باسكو دوك هذا الوقت اللي رانا فيه صعيب الحاجة ولات غالية الدواء غالي طونسبور باش تطلعي باش تشري انسان في ذاته عنده 100 عرفتي شحال كاين مصاريف بزاف بزاف في ذاته صح اه عندكم انتم المنحة مستفيدين منها بصح ما تكفيش المنحة فاش تجيك تجيك في الماكلة في الشراب في لباسك تخصك عفسة تداوي بها تروحي طونسبور ما تكفيكمش غير ما سيرتو الماء دوكا هي رايحة غير في المرض باش نخلصوا بها رايحة غير المرض والماء والغاز باش حنا عندنا شويه ما عندناش غاز دوزيل ما عندناش الماء شويه ناقصين منه الغاز قلتي لي هذه دار وراثه يعني كاين اللي عايشين الفوق وانتم تحت عندكم هاد لا شومبر واللي قدامها باسكو هذوك لا شومبر اللي من هنا كان سامي خالتي وحنا عندنا مع بعضنا زوج متزوجين هنايا مع بعضنا عائله كامله هكذا هنا من تحت عائله كامله يعاونوكم دي فوا في المصاريف هما ثاني مساكن حالتهم تعبانه عندي كافي ثاني هما كل واحد انتم عائله كاع معاقه كاين واحد عنده التهابات يمشي غير بالدواوات الدواء تاعو شويه غالي الشكه تاعو اللي يديرها توصل حتى المليون باش يديرها باش عينيه ما يهبطش كيما عينيا داكو يولي ما يشوفش وما يوليش يقدر ياخذ القرعه تاعنا شوفي كل واحد فينا في العائله عائله كومبلي كل واحد عنده عفسه يعلمها ما غاديش فهمتي صافي حليل كل واحد كل واحد ربي يعلم كل واحد يخبيه كل واحد في نفسه هكذا اش ديري الله حاجه تعبي دوكا صح والجيران يتو جيران جيران اخي قلت لك ماشي حتى نجي تحكي لهم ولا طبطبي لهم في الباب ولا ما كاينش منها هادي دوكا انت هضرتي والرساله يوصلت صحيت جالي في الشجره اللي طف بالي في البيت جالي من واحد راه يشوف حالته يقول لك راني غايب انت تسمعي سمحي لي انت دوك اب يكون مريض
الاب هو اللي صافي على بناته، الاب هو اللي كلش. دوكا هاو الاب هو مريض، البنات هادو مساكن غالبا عليهم، تعرفيها وحدك مش حتى تحكيها لك انا دوكا. كاينه ولا ما كاينش؟ دوك الجيران هادو راهم يشوفوا هذا الشيخ اللي غالب عليها ومريض، تما فيه وحدهم يعرفوا بلي محتاج، مش حتى نحكي حكايتي نجي نطبطب لك انا في الباب راني محتاجه وخصتني. صح، باينه يعني انه هاي العائله مش محتاجه. مش حتى نوصف لك انا حالتي باش نجي نقزر تعطيلي. قلتي لي اختي سكينه في الكواليس، كنا هضرنا من قبل، وقلتي لي بلي يعني ما حبيتش نتزوج غير على جال بابا. هذه اللي نقولك يعني داك احكي لنا كيفاش على جال باباك ما قدرتيش. ماشي ما قدرتش، المجتمع تاعنا هذا اللي رانا عايشين فيه ما يخصش. سمعت كلمه هذه معوقه تتزوج، معوقه ما تتزوج، معوقه تعيش فيها هكذا حتى كيما نقول لك بها. يعني سمعتيهم قالوا هكا؟ هذه كلمه انا قالوا هذه في وجهي. ايه قالوا هكا معوقه ما تتزوج، هكذا قالوها لك. معوقه ما تتزوج ما عندهاش حق، معوقه ما تروحش تخدم. وخير من الوحده باش نجيب بابا في وزين ولا عارفه هكذا باش نعاون روحي شويه ونعاون الدار. ياخذوا حالتي هكذا يقول لي انت واش تقدري تغفدي؟ انت معوقه ما تقدريش تخدمي. وهي ما تعرفش الاغاده، باسكو الاغاده تلقي هذا لا بريبار عند انسان كبير. هذيك اللي رانا عايشين بها ما عندهاش حق. ابسط حاجه نعطيك غير قفه تاع رمضان في البلديه تاعنا تاع حمادي ما ندوهاش. علاش؟ لازم متزوجه باش تديها. كوني متزوجه نجيب لها انا غادي هذه قفه رمضان يعني ابسط رمضان. حاجه ابسط حاجه بك. بصح يعني الاحساس تاع كيفاش كان انت سمعتي هذا تسمعي زعما هكذا شغل معايره ولا سوداني في قلبي؟ احساس غريب تقدرش توصفيه. ما انت جرح ما قريت توصفيه، ما عندوش وصف باش تهضري كلمه. نقولي نقول انا لا خصني انا كيما انا كيما البنات نقدر نعيش، عندي طموحات بصح ما وصلتش ليها. مثلا زعما وشنو هذه الطموحات؟ طموحات اذا حبيتي تفتحي لنا قلبك. ياسر طموحات نخدم ندير طوموبيل داوي بابا، ماشي حاجه اللي ما قدرتش نديرها ليما ما قدرتش نديرها بابا. انا يما ماتت قدامي، ماتت في يدي، ماتت في يدي، علاه ما قدرتش نديرها عمليه تاع الكبده؟ انا ماتت في يدي، انا باش يموت بابا الدوزيام لا ما نقدر نعيش. فاطمه الاولى عشتها مقدرتش نوفر يما الدواء، خصو كونسير تاع الكبدة بزاف. العملية اللي قالوها لي 165 مليون، مقدرتش نديرها. وليت مديت يدي لمصطفى باشر، وليت نطلب درت جباب غطيت روحي، وليت نطلب باش نوفر لها الدواء تاع الكبدة. برك الدواء تاعها تاع الكبدة كان يدير في 100 ألف. ما قدرتيش يعني توفري الدواء تاع يماك غالي ماتت. وليت نطلب في الليل الصباح نديها نحي العصير نحو العشرة وبيت العصير، وفي الليل نروح نطلق في الليل نعاون بها الصباح حتى الليل نعاون نجيبها للدار. وكان عندها ريجيم لازم الماكلة تاعها اختصاصي والفاكهة تاعها اختصاصي، وانا ما نقدرش نوفر. وقتاش ماتت معاكم؟ عندها عام ونص. عندها عام ونص. قلتي لي ماتت على يديك. ماتت على يدي، ما قدرتش يعني نوفر لها كلش. يعني الصدمة الأولى اللي عشتها مانيش حابة نزيد نعيشها في الدوزي، خسرت بزاف. ماما راجل اختي تاني مات بالكونسير تاني، مقدرناش نوفرو له كلش. يعني قلت الامكانيات تلعب دور. الناس شغل ابريبا الناس ما ترحمكش بالهضره تاني. يعني فوق المرض والظروف اللي راكم عايشين فيها، البلاصه اللي راني عايشه فيها الناس ما ترحمكش. كي درت غير صندوق تاع باش يطموني في السفيرات هكذا، واش الكلمه اللي قالوها للجيران؟ اكيد تطلبي بوالدك. قالوا لك راكي تطلبي بوالديك. الكلمه هذه واش تزيدي يعني واش تحس؟ شكون نحس روحي؟ شكون كيف نطلب انا بوالدي؟ انسان يجي يجرحك نفضل معاناته، بصح باش يجي انسان يجرحني ولا يجرح انا ما نحقهاش. عندي معاناه رحمه من عند ربي سبحانه، معاناه صح رحمه الهيه. يعني تعانوا في صمت وفي خفاء. الحمد لله الحمد لله. معليش ما ناكلش ونوفر لبابا الدواء، معليش ناكل خبز الماء وما نسمعش الكلام هذا. الحاج قلنا واش تقول لبناتك؟ هم واقفين في كتافك ميعاونوا فيك. قولي له قالت لك واش تقول لبناتك اللي راهم واقفين في كتافك؟ انا الحمد لله بنياتك خصتو هذيك
ديرها تعاود الخير ألف مرة ألف. تعاود الخير. هزتني الدواء فيا، بدل لي الفاطمة، ديري تمشي نطيح، تديني للطبيب، بعد قاعدة معايا، زال قاعدة معايا، تقلب تقلب معايا، هذي شوف ربي يحفظها إن شاء الله لما نقول لك. إن شاء الله. فهمتي؟ وبنيتي قايتين عليك الحبس هذي أكثر منهم. قريبة لي بزاف، عم نأكد على الأخت فتيحة، قالك راك مدعية بدعوة الخير. بابا وبنتي حتى الفتاة. الا حداك تعلم تهزني هي الفغملية تاعك تعلم تحبس حشك تحبس البوله نعود نبكي ندحس كندير تعيط وتحب كلانديستا تعيط وتحلل وش من يديني نصف باشا فهمت بهدو كندير لي شكارة ما عديش على خمس ايام اللي حيتها دير لي شكارة والحمد لله وش نقول الحمد لله الحمد لله لا تهرب بي أهلا وسهلا لا تهرب صح سبحان الله لكم أولاديكم تقرأوا وتعرفوا أيوب الصحابة والأنبياء الله يرحمه وبلك يقرب لي سقر الدلول قصركم اللغة الدلول الأولاد الدلول المال الدلول بعد جاتوا في صحته بعد شرطوه يقول هدودة يقول أصدق علي يا ربي كل جديدك اسمه تتكدي في العظام التوعي ويجدد اللحم أو يحكي في الحكمة تعالى وسابع ربي وانهار اللي حبط عليه جبلين أردو الشباب الصغيرة هو بالعزوجين تاعو فهمتي والحمد لله احنا لا يخلو صبروا هكذاك ملك لعله ربي يهزنا الشفاء والعافية ان شاء الله واش تقول الحاج الناس اللي راهم حابين يعاونوك واش تقول لهم قالت لك واش تقول للناس اللي راهم حابين يعاونوك هم يشوفوا فيك واش تقول لهم الناس اللي حابين يعاونونك الاولى جاه ربي والثانيه يحفظهم ويحفظ وليداتهم ويحفظهم في صحتهم ويحفظهم في عمالهم ويحفظهم في ايمانهم هذا ما نقول لولادي قولي له واش راهم حابين يعاونوك واش راك حاب قالت لك واش ما حاب يعاونوك واش راك حاب الناس تعاونك قولي واش نقول بناتي اللي هنتوها وهانها سيدي ربي اهلا وسهلا واش نقول بناتي هذا ما نقول بناتي اللي هنتوها وباش عاونتوني بها ربي يحفظكم هذا ما نقول بنيتي قال لك اللي عاوننا اي حاجه اهلا وسهلا بك مرحبا بها فوالا فهمتوا فالمعاناه تستمر ومازالها مستمره قولي لنا في الليل يرقد هنا باباكم ولا يرقد هنا نسمو هذا نديرو داك ويكون وحده ولا لا ناخذو كامل مع بعضنا ناخذو كامل في شنطه وحده ينوض في الليل تتعاونوا ينوض حاشك صح مرض بزاف ديما ما يرقدش فوالا صافي ديك كاين صوالح بزاف خصوصيه ما نقدرش هي فهمتك الاخت صافي ديك يعاني في الليل قلت لك اللي ما يعانيش يعني المريض ما يقدرش يرقد في الليل هو ثاني ازماتيك يعني بزاف حاجات صافي ديك لازم تبات في هذاك البيبي اللي تباتي تعسيتي واحد ثاني دايره ممتومه يعني بالك راكم في حاله صحيه مزريه تقدروا صح بالك توقفوا على رجليكم بصح هكذاك وعندكم صح كيكون بارد الحال هكذا ما نقدروش باسكو البرودة هذه تأثر على رجلينا صافي في الصيف شويه لا بس ما عندكمش شوفاج نقص امكانيات بزاف كنديرو نديرو طابونة لهنايا وقرعاقات ونقعدو ندفعو عليها كامل اسكو جاكم محسنين ولا من قبل الجمعيات هنا في الحمادي جونا جو خطره ما يزيدو شي ولا قلت لهم بعد توقفوا حاليا دوك راه موقفه الحاله في البدايه كيما عندها واحد العام هكذا كيما دار العمليه كانت شويه من بعد قلت لك وصلت هذيك الاشاعه وصمو توقفوا كامل باسكو امنوا بها اشاعه انه راكم تطلبوا باباكم اه هذه هي من بعد خلاص خلينا انا ربي راه يشوف يقدر يبعث ناس من عنده فهمتي هذه حاجة ربي ستبقى خليناها في هكذاك قولي لنا الأخت سكينة النداء تاعكم الأخير يعني واش راكم طالبين؟
لا هو الانسان اي انسان عنده لازم دوكا المشاهدين يفهموا دوكا قلتي لنا بلي كاين مشكل بالك الضيق اللي راكم فيه نقص امكانيات نقص الدواء باش نروحوا نداو باش قلتي لي كونديستا ما كاش ما نقدروش نروحوا نداو مثلا هذا باش تروح للسبيطار ما نقدروش حنا ولا باش تشري دواء ولا ما نقدروش تما وحده دوك حنا بابا لازم نوفروا كيما حنا البنات كل وحده عندها عفسه تعاني منها ما تقدرش مسكنتها كما يقولوا ما نعرف حتى مي فقد ربي يحب يعاوني عام كما يقولوا اي باينه يجي كما يقولوا الغضونس ولا صادق ولا يحب يعاون من حتى في الدار تعرفوا الدار واش الانسان في البرد الانسان باش يحتاج صح. باين عندكم تلفزيون ثاني ما عندكمش ني شوفاج ني تلفزيون حبست التلفزيون كان كاين واحد فهمتي بالك ديك خاطركم تحبوا تشوفوا لا تيلي بالك لا غال شغل كاين شي صوالح تقدر تجيبهم كاين صوالح صح امي ماناش نضونش شي مراه نضونش مع باباكم والمرض تبدلوا له ديفوا الجرح تاعو واش ياك نحوس على واش ياكل واش يشرب واش يدفى هذه هي ما شغل ما انا نسمح في صوالح تقطع المهم نوصلوا له هذا مريض تاع ما يخصو والو دابا هذه هي شغل اللي رانا نبازيو عليها بزاف دابا ما يخصو والو بصح راهو عطيكم دعوة الخير هذيك هي الصح هذيك هي كي دعوة الخير هي الدنيا هي اللي تفتح لك البيبان سبحان الله الانسان كي يكون عنده دعوة الخير عنده كلش في الدنيا الحمد لله هي غصب عنك واش تقولي لنا اختي فتيحة انا كان نطلب الطلب تاعي اني بلي عاونوني في الادويه تاع بابا سورتو لي بوش سورتو لي كومباس يعني اللي راني حطيتهم في الميله سورتو لي بوش شوفي لي بوش هذوك يحتاجهم يوميا شوفي بك لي بوش كيفاش راني ربطتهم انا باسكو ما لحقتش باش نجيب له لي بوش هادو بديت نربطهم باللصقه باسكو ما لحقتش باش نشيلو لي بوش هادو يحتاجهم هو يحتاجهم انا هادي راني لاصقتها باللصقه باش ما تسيحش باسكو هو الابريبار يدير هادو غادي شحال تبدلوها له كل عنده كل يوم واذا كان مريض بزاف يبدلها دو فوا في النهار جوج خطرات في النهار جوج خطرات تكون عنده اسهالات هكذا تعرفي لازم داكو فهمتك صافي لك هو احسن يدير هادو باسكو هادو ما يسيحوش وما يطيرولوش باسكو هادو يطيرولو شويه تفضل الحاج تفضل ايه تفضل لا حبيت شخصيكم لكل حال سمحوا لي من فضلكم معليش انا يا السبيطار عجبك فهنا مرض هكا عقب السكانر يقول لي روح البلد فيه وانا البلد فيه ما عادش باه نعقب نعود نحلل في الناس كاش محيح خلص يدي السكانر كيعطولو سكانر ولا في السبيطارات راهو صار يلعجب لا كاين دي فوا كيعطي للطبيب يقول له عندك بيوبسي ولا وسمو عندك يومين لازم يديرهم له في السبيطار رونديفو شهر تي المغرب ياكل فيه ماش حي يستنى لازم ديري صح ما يقدرش يستنى المريض ما يقدرش يستنى هذا هو البروبليم صح واش تقولوا لنا على الناس بالك اللي طلقوا عليكم اشاعات وبالك كاين المحسنين اللي يحبوا يجوا اللي يعطوكم لا يحبسوا واش تقولي اللي دار وجهي لي الرساله تاعك للناس هذو نوجهوا الرساله اللي كان سبب اللي وقف يقطع علينا الرزق كما نقولوا هكا الخير باش الناس يديروا الخير حسبي الله ونعم الوكيل هذه والانسان اللي يحب يدير الخير يدير الخير على وجه ربي ومشي حتى نوصف له حالتي الخير يروح عند ربي سبحانه صح هذه هي سبحانه قلتي لي بلي خاوتك كاين بزاف ناس عايروه وسمعوا الهضره والكلام شغل تعقدوا شويه واش صرا بالضبط صارت ازمه نفسيه باينه مثلا شنو هي الهضره اللي سمعوها دوك هم وراء وداركم انتما هكذا واش انا شفناكم اليوم انتما فايحين بالضبط شوف بزاف اشياء طيب منكم هاد الكلام تسمعيها انا كي الضربة هذيك كي جاو لعندي لهنا كانت ماشي هكذايا ما كانتش فيها كانت سيما وانا لجل هذيك الهضره ميديتي تعرفي ميديتي ميديتي اللي بنيت هذه وانا لجل هذيك الهضره والاشاعه اللي بنيت صالوا هذا ودرتوا هكذايا ورجعتوا معليش الاشاعه بالك هي اللي تبنيكم وهي اللي ترجعكم قوية هكذا على كل حال بصح في نفس الوقت تجرح تجرح هي صح ماشي سهله الواحد يسمع عليها حفايس كيما هادو صح ماشي سهله يبغى بصح تبقى المارة يعطيك الصحه ما تقدرش تنسى جامي
جامي تنسى، دايما تريحي شويه هكا تفكر. يعني ظلموكم بزاف ناس. يا مسيا، تحسبي الله من نعم الوكيل، هذه نقول. كيفاش ما تزيدوا تحكوا لنا؟ فرغوا قلبكم، بالك كاينه حاجه ما قلناهاش. لا احنا قلت لك بلي راني نزيد نعاودها ونبقى نعاودها، اللي يحب يدير الخير يدير الخير على وجه ربي، ماشي حتى نوصف باش باينه الحاله. بين دوك الانسان معاق ولا انسان هكا مريض ولا بين بلي محتاج عنده احتياجات صح. دوك الانسان دوك محسنين ولا دوك انسان يحب يعاون، ما بحث واحد عليك تقول واش خصك ولا كاين حاجه كي حبيتها عندك دوان شريه لك. قولي لا فامي تاعكم، قلتي لي شويه شويه لا فامي دوك دوك هاد الوقت ما كاش لي يعاونك، ما كاش لي يحس بيك، ما كاش لي يحس بيك، هذه باينه يحس بك غير والديك ولا حبيبك وعليك ولا الناس هكذا تاع يسمعوك مسكينه هذه اللي عاونك بها هذه هي شغل تحسوا شغل بالشفقه. ما هذه الشفقه ما نحبهاش انا، هذا البروبليم نحب شكون يحبها اي هذي. انسان في ذاته ما يقدر ما يحبش الشفقه في طبعه. واش قلت لك ما تسمحوش شفتوا البلاصه هذه اللي انا عايشين فيها ما فيهاش حقوق، من ذو الاحتياجات الخاصه ما فيهاش حقوق، ناقصه بزاف حقوق. ما كاش سبيطار قدامكم، ما كاش سبيطار، ما كاش امكانيات، كي تروحي زعما ابسط حاجه غير ديسبونسير. انا ديت ديسبونسير باش نبدل غير خاصنا برك نهار الدوزيام، لازم ما كنتش نعرف شويه كان صوالح ناقصين شويه عليا. كنت نديه واش يقول لك سبيطار ماهوش معقم تجيب الشيء اديهم وين درتي العمليه، وانا ما نقدرش نعاود نديه حتى لثنيه. كان قلت لك كاين دور شويه كانت بزاف قاسيه عليا، وما كنتش ما عندكمش دراهم كلونديس، نقعد هادو كاع يلعبوا دور، نقعد كنت نقعد مع بابا في السبيطار بالسمانه باش نجي للدار. على جال ما على جال الامكانيات، ما تقدرش تديه ديسبونسير ولا سبيطار كي تكون عندك معرفه تجوزي، ما عندكش معرفه عاودي رجعي الغدوه السمانه الجايه داخله فيها ثاني. إيه الحاجه اللي عجبتني فيكم بزاف الاخت سكينه وفاتحه، يعني راكم واقفين مع باباكم وماكمش سامحين فيه، يعني واجب رغم النقص والمشاكل والظروف اللي راكم عايشين فيها ما سمحتوش فيه. بالعكس يعطينا القوه. الله يبارك ما شاء الله، راكم قدوه بزاف ناس. دقيقه الاخرى دقيقه الله ما تسرحش في بعضنا تقي، هذا يرفض هذا صح. ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم ان شاء الله. يعني الظروف اللي راكم عايشين فيها راهي باينه، الاحتياجات تاعكم راهي باينه، قلتي لي الدواء مام يعني المصاريف تاع الكلونديستان التنقل كيفاش كل حاجه صعيبه عليكم، التغذيه هكا الماكله كل حاجه وراكم يعني رانا على ابواب رمضان صافي، لازم الواحد يدير حسابه. فوالا كما شفتوا مشاهدينا الكرام الاخت سكينه والاخت فاتحه مام هما يعني خلينا نقولوا يعانوا من اعاقه، كامل العائله تعاني من اعاقه، بالاضافه الى ثاني الاب تاعهم راهو يعاني، شفتوا يعني لوبيراسيون مازال ما براش مليح، وانسان يعني شيخ كبير يحتاج الدواء يحتاج الماكله يحتاج رعايه خاصه. نتمنى ان شاء الله كامل الناس اللي راهم يشوفوا فينا وكل ثقه بالشعب الجزائري انه يعاون جمعيات ناس بالك ما عندهاش يعني وين حابه تصدق ايتو، هذا هما يعني ماذا بينا تشوفوا فيهم وتشوفوا في على الاقل في وجه الشيخ قدور. نتمنى ان شاء الله تعاونوهم، واني نستنى في الاتصال تاعكم. دوك نحطوا الرقم للعائله اسفل الشاشه، ايضا نحط الرقم تاع البرنامج مازال الدنيا بخير. ان شاء الله تلاقوا دائما في ساعه الخير في نفس القناه وفي نفس التوقيت. هلا في روحكم.